بتقولي بس يجوا لعندي بنات أصحابي عادي بيفوتوا على غرفة النوم سكر الباب. واللي بده يصير شو ما يصير يصير، ما حدا دخله، بس أمي ممنوع شباب يفوتوا ويطلعوا. يصير شو يعني؟ شو ما يصير يصير، إنه رفقاتي عادي، أنا لو كانت حبيبتي أو ما كانت حبيبتي عادي، رفيقتي نايمة عندي عادية. كم حبيبة عندك؟ هلأ ولا واحدة. كم حبيبة بحياتك مرت؟ أربعة. أربعة بس. شو هود الأربعة الشرعيين؟ كان عمرك 9 سنين أول مرة حسيتي بأنه أنت ميولك غير، تحت شعار عروس وعريس بيت بيوت. ايه كل الاولاد مثلا اكثرية الاولاد كانوا يلعبوا بيت بيوت، انه لعبه ولاديه. مع مين كنت عم تلعب بيت بيوت؟ مع بنت جيران. ايه انت العريس ولا هو هي العريس؟ لا هي العروس. هي العروس. إيه. انت العريس. اولاد هيك شيء 4 5. وشو عملتي؟ ماشي انه ببوس. صرت تبوس؟ بوس. هي بوستني وانا بوستها. ولا مرة انت كنت العروس؟ انت دائما العريس. بعمر 13 سنة أنت تحرشتي بمعلمتك يلي تعطيك دروس خصوصية. نعم. مش هي، أنت. صح. كان عمرك 13 سنة؟ وصفي لي إياها كيف كانت؟ إنه معجبة فيها وحلوة وبالمدرسة. شو عرفت سمرة؟ لا سمرة. هي أكبر مني، كنا عم نتعلم. أنا مش كل قد شاطرة بالمدرسة يعني. ما كنت شاطرة؟ ما بتحبيها المدرسة؟ لا. وصلتي للبروفي؟ بالبروفي وبالزور. اوكي، وصلت وقصت لعندك على البيت تعطيكي دروس خصوصية؟ لا عندها بالبيت. عندها بالبيت، وشو تعملي؟ ماشي، أول شيء إعجاب، ثاني شيء مثلا ما يكون في عندي درس أعطي زيادة لحتى مثلا نضل وقت وهالقصص كلها، إنه كنت بوقتها كنت شيء ساعتين، ساعتين ونص، ثلاث ساعات بس ما عندي درس. كان عندك خطة هي الإيقاع بالمعلمة. نعم. بدك توعيها. كيف قربتي علي اول مره؟ غمزه ضحكه، كنت مش غمزه ولا شيء، كنت جيب بليش والعاب وبليشات وورود وكل الاعياد مثلا ميلاد وراس سنه. ضليت شيء 3 سنين 4 سنين يتعلمني. بس اول مره قربت علي ما قالت لك هي شو عم تعملي؟ ايه عيب، انه ببص انه عيب وما عيب وشو هينا. وبعدين؟ مش الحال؟ مش الحال بس بعد شو. اخذت منك مجهود توقعت بشباكك؟ قد ايه مجهود قد ايه؟ شيء 4 أشهر 5 أشهر. وبس صار اللي صار؟ هونيك هونيك انا ما عرفت شيء. بس شغله، بعمر 13 سنة أنت مراهقة، مراهقة كنت بلغتي؟ لا. عمر شيء 14 14 ونص. وصار في علاقة؟ لا أكيد، بس مش العلاقة، العلاقة يعني إنه تغنيج والقصص كلها، إنه أوكي لا أنا بس ببصي، بس إنه مش هي، ما كنت ولا هدفي ولا أي شيء، لأنه ما كنت بفهم فيهم. بس القانون إذا هي عمرها 18 القانون بجرمها، إنه بجرمها لإلها إنه عم تتحرش هي بطفلة عمرها 13 14. هلا أنا أوكي بس عن تبويس والغمرة مثلا أوكي ضحكة وتلعب إنه أوكي، بس انه بعدين ما كنت يعني اعرف شو هي وشو شو كنت تحبي فيها؟ عيونها. عيونها؟ ايه. بس شو بيجذبك؟ شو بيشدك للبنت؟ هلا حاليا ولا شيء. كيف؟ ولا شيء. ما عاد بدك؟ شو صار؟ مش شو صار، انه كل انسان كيف بدي لك اياها، وبعدني رح يطلع انه مثلا اوكي بحب البنات، بس انه مش كيف ما كان. مش كيف ما كان؟ كيف يعني؟ شو لازم يكون؟ في شروط؟ ما في شروط. كرايتيريا، في مقومات؟ ايه. شو؟ أول شرط؟ إنه راسها على راسي، إنه أول شيء إنه راسها على راسي، ثاني شيء إنه ما بقبل إنه أي شيء يصير ولا أي حكي ولا أي موضوع إلا ما أعرفها هي شو قصتها وشو وضعها وشو أصلها وشو فصلها، هي شو بنات مع بنات ولا بنات وشباب. تاريخها الجنسي مع البنات. ايه. بدك تعرفيه. بدك تشوف الهيستوري تبعهم. أوكي. وشو كمان؟ انه عندها حدا او ما عندها حدا، بتحكي مع حدا، ما في منه انه مثلا العاب يوم هيك وبكره هيك وبعد بكره هيك وهي هيك. انت خنتي خنوكي؟ على الاثنين خنا، ما في واحد لحاله، في الاثنين اللي بيخون. انت كنت تخونه؟
في حدا ما بيخون. هو شو بصير الخبريه انه اللي مقابل مثلا في مثلا حبيبتي مثلا اوكي خنتني، هلا هي بتخوني انا بمشي عادي، بس هي تمشي عادي انا بخونها. انت بتقولي انه مثليتك الجنسيه لنا هرمونات ولنا تربيه، بتقولي خلقه مش خلقه، كيف بدي لك اياها هلا؟ يمكن لانه انا وصغيره العاب وما العاب والقصص كلها، انه مو ميل اكثر للشباب مش للبنات. مثلا في مره ضربتي شاب؟ ايه. انت بتنافسي الرجل على حب البنات؟ لا ما بعمل. لا شي مره انغرمتي بوحده رجعت قالت لك انه انا بدي ارتبط بشاب؟ ايه. صدمتي؟ لا لانه بترتبط بشاب. شي مره بكيتي قدام بنت قلتي لا اعملي معروف ما تتركيني؟ ولا مره. ولا مره؟ ولا مره ولا بعملها. مش تعرفي اللازبينز بس تشوفي تطلعي حواليك بالمجتمع بتقولي بتقفري انه هيدي لازبين هيدي لا؟ بتعرفي؟ بعرفها. وبتصيبي ولا بتكوني على خطا؟ ايه دغري بعرفها، دغري بتبين. رادارك بيلقط؟ كثير. المكتوب ببين من عنوانه. بتحبي الشقروات ولا السمروات؟ لا السمر. السمر اكثر؟ امك بالبيت حسب لانه ما بتلبسي تنوره من اخر مره كان عمرك 4 سنين، امك شي مره قالت لك وشو بكي حسن صبي او توم بوي او هودي اللي بيقولون انه لا لا او ابو علي؟ بس ليش ابو علي اول شيء خبريني؟ لقلك كيف بدي لك اياها، انه ضل اكثر شيء مع رفقات الشباب، ما عنديش قليله رفقات البنات. مين اطلق عليك لقب ابو علي؟ بقلب المدرسه لو بدي تكون مشاكل اولاد بتعرف بيلعبوا مشاكل مع بعض، ولا مره بعتوا ورا ليندا؟ ايه انه اولاد وولاد هي الخبريه، انه ولا مره اجيت لعبت مع بنات، بلعب مع بنات بس كثير قليل. امك شو بتعطيك ملاحظات؟ في كثير. بتقول لك ليه عامله بحالك هيك؟ اكيد ليه ما بتظبطي حالك؟ ليه ما بتلبسي تنور؟ ليه ما بتلبسي الفس؟ بقول لها خلص امي هيك احسن. جيران بيحكوا عنك؟ هلا بيحكوا انه ما بدي دينتي لهم. تخطيتي حكي الجيران ما عاد يهمك؟ هلا ما في حدا بيترك حدا من شره. لو اذا حدا اجى واجهك بشكل مؤذي او سخريه او تنمر شو بتقولي له؟ بداوم معه مشكل من الاساس، خلص ما بقرب ما بقرب صوبه ما يقرب صوبه. ايه بس بتشيلي الكاف وترخ. انه لا ما بحب احكي، انا نوعي ما بحب احكي. بضرب لانه ما قربت صوبك، ما قربت صوبك، ليه بدك تيجي تقرب صوبي؟ ما حكيت معك، ما تعطيت معك، ما خصني فيك، شو لك فيي؟ بحياتي ما خصك. بس اذا تجرأ طيب بده يصير في مشكله، مشان هيك انه بياكل نصيبه؟ اكيد رح ياكل. شاب او بنت؟ مين ما كان يكون، لان ما حدا دخله، لان انا مش عم بجي بقرب عليك وعم خلص بحياتك ما خصني فيك.